بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه التلاوة لسورتي سورتي الفلق والناس بصوت الحماد بالبرطانية في مساء 1434 هجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.